بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من الأشبال. بمناسبة العام الجديد سنة 2023، كل سنة ومصرنا الغالية في أمان وسلام، كل سنة وبلدنا العظيمة في خير واطمئنان، كل سنة وجمهور الأهلي بكل خير وسعادة وفخر واعتزاز، كل سنة ونادينا الكبير في عزة ونجاح وكبرياء، كل سنة والأهلي جوانا ورافع راسنا في كل مكان، كل سنة وانت أهلاوي عاشق للكيان وضارب المثل والقدوة في الدعم والمساندة والوفاء، كل سنة والأهلي دايما رقم واحد. عايز أقول لحضراتكم إن كسبت الرهان. في الحلقة اللي فاتت أنا رهنت على جمهور الأهلي ونجوم الأهلي وكسبت الرهان في ماتش بيراميدز. سواء شفت الماتش من خلال التلفزيون أو في الاستاد فأكيد شفت الأهلي بشكل مختلف، لكن المؤكد إن طول ما عندك جمهور بالإخلاص ده والحب ده يبقى أنت أكيد على الطريق الصحيح. علشان كده أنا طالبت من جمهورنا العظيم دايما الدعم والمساندة في أصعب الظروف، ودايما بنقولها على الحلوة والمرة، وطلبت من نجوم الأهلي لاعب الأهلي المصالحة. والمصالحة ما بتكونش بالكلام، المصالحة بتكون بالروح والأداء ثم النتيجة والفوز. ماتش بيراميدز كان مثال حي لتكاتف الكل لمصلحة واحدة بس، هي مصلحة الأهلي. جمهورنا رفض السكوت لمدة 90 دقيقة في مباراة بيراميدز، ولعيبة رجالة تحملت المسؤولية، وجهاز فني تعامل مع المباراة بذكاء. علشان كده لازم نبص للفترة اللي جاية، لازم نبني على اللي حصل ده، لازم يا جمهور الأهلي نواصل دعمنا لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مجلس إدارة الأهلي اللي بيخاف على النادي طول الوقت ونفسه يحقق ضعف الإنجازات اللي حصلت. يا جمهور الأهلي العظيم، مجلس إدارة الأهلي محتاج لكم طول الوقت، واوعوا حد يمشي ورا الصفحات المأجورة اللي عارفين كلنا مصادرها. لما تلاقي مشجع أهلاوي بيحب الأهلي وعاشق للأهلي بيكتب على صفحته كلمات غاضبة وتحس بحزنه وألمه وغضبه، ده أكيد مشجع عاشق للأهلي وعاشق للكيان. لكن لما تلاقي صفحات كل همها كل دقيقة وكل ساعة الهجوم والتطاول وقلة الأدب والتقليل من حجم الإنجازات اللي اتحققت، وبتحاول طول الوقت ضرب حالة الاستقرار الموجودة وكمان ضرب العلاقة الرائعة بين إدارة النادي والجمهور، يبقى أنت قدام صفحات مأجورة. لما تلاقي صفحات بتشتم وتسب بألفاظ لا يعرفها جمهور الأهلي، يبقى دي صفحات معروف مصدرها. رسالة الجمهور الأهلي خلي دايما بالكم، وتعالوا بقى تعالوا للصورة الحلوة، تعالوا أسمعكم روعة وعظمة جماهير الأهلي امبارح في مباراة بيراميدز. Thank you.
اللقطات الرائعه اللي حضراتكم شفتوها حالا دلوقتي دي كانت امبارح من مباراه الاهلي وبيراميدز. جمهور الاهلي العظيم اللي كان موجود بعدد كبير، 3000 كلهم كانوا موجودين امبارح. مثال رائع. امبارح جمهور الاهلي طوال ال 90 دقيقه تشجيع وحماس للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. انا كنت موجود في ملعب المباراه امبارح وشفت امبارح يعني لوحه فنيه عظيمه جدا من جمهور الاهلي. وقت الاحماء واثناء المباراه وبعد المباراه كمان جمهور النادي الاهلي شايفينه قدام حضراتكم وهو بيشجع اللعيبه. اللعيبه اللي بقول لحضراتكم كانت فاقده الثقه في ماتشين اتعادل فيهم النادي الاهلي، ورجع تاني جمهورنا يرجع اللعيبه تاني. الدوري لسه طويل. فزنا على بيراميدز امبارح، لكن في النهايه دي مباراه بثلاث نقاط. ثلاث نقاط، لسه متبقي ما يقرب من 23 مباراه، لسه المشوار طويل. دايما عايزين جمهور النادي الاهلي في ظهر اللعيبه. امبارح عجبني لقطات حلوه قوي امبارح. محمد هاني امبارح طول المباراه جمهور النادي الاهلي بيدعم وبيساند، ومع كل كره محمد هاني بيلعبها بنشوف تسقيف وتشجيع. هي دي الروح اللي احنا عايزينها، وعايزينها للعيبه خاصه اللي كانت فاقده الثقه. امبارح حتى مع حسين الشحات وبيسجل هدف امبارح وبينزل وبيأدي اداء رائع وبيكمل. امبارح عمرو السوليه بالاداء الرائع، علي معلول، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، اليو ديانج، محمد شريف لما نزل الشوط الثاني، وشادي حسين في الشوط الاول. امبارح لما تتفرج على جمهور النادي الاهلي امبارح كان بيقدم عظمه في استاد القاهره. بيقدم عظمه في استاد القاهره. علشان كده المطلوب ان شاء الله من كل جماهير النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه الدعم والمسانده، الدعم والمسانده. اكيد لعيبه النادي الاهلي النهارده قفلوا صفحه بيراميدز، خلاص. ما عندناش وقت، عندنا مباراه بعد 48 ساعه هتكون مباراه قويه جدا امام انبي. مباراة برضو في المحصلة بتاعتها بثلاث نقاط زي مباراة بيراميدز، لكن لازم نبني على ده خلال الفترة اللي جاية. وعايز أقول بقى لجمهور النادي الأهلي، مجلس إدارتكم برئاسة كابتن محمود الخطيب اللي بيشتغل ليل مع نهار علشان دايما يسعد جماهير النادي الأهلي، وإحنا خلال الفترة القادمة داخلين على فترة مهمة جدا، بطولة دوري وكاس مصر، كاس عالم للأندية، بطولة أفريقيا، منافسات كتير. الحلقة اللي فاتت أنا قلت لحضراتكم يا جمهور النادي الأهلي العظيم بعد أيام قليلة النادي الأهلي سيعلن عن صفقات وتدعيماته الشتوية. النهاردة في حلقة النهاردة بقول لكم بعد ساعات قليلة، تاني بعد ساعات قليلة النادي الأهلي سيعلن عن تدعيماته وصفقاته الشتوية اللي هتكون إن شاء الله مؤثرة وبقوة في صفوف النادي الأهلي. ممكن خلال 24 ساعة أو 48 ساعة النادي الأهلي سيعلن عن تدعيماته وصفقاته الشتوية اللي هتكون إضافة كبيرة إن شاء الله مع اللعيبة الموجودة. بقول اللعيبة الموجودة كمان علشان المشوار لنهاية الموسم، عندنا بطولات وعندنا كاس عالم أندية وعندنا كاس أفريقيا وعندنا كاس مصر وبطولة الدوري لسه فيها مباريات كتيرة، فمحتاجين كل اللعيبة، محتاجين كل اللعيبة ترجع لنا مع الصفقات ان شاء الله القادمه. عجبني جدا جمهور النادي الاهلي امبارح، صراحه انا واقف عند جمهور النادي الاهلي كتير، ان امبارح لما بنتكلم عن اللعيبه اللي قدمته لازم اتكلم عن جمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد زي ما احنا شفنا في الفيديوهات اللي احنا عرضناها لحضراتكم من شويه. عايز اروح لنقطه ثانيه. نقطه ثانيه عن التحكيم. من بداية الموسم وجه كلاتنبرج وكلنا بندعم كلاتنبرج، خطوة مهمة، خطوة بنحيي القائمين في اتحاد الكرة عليها، خطوة فعلا هيكون إن شاء الله فيها تطوير للتحكيم المصري وهيكون فيها عدالة وفيها شفافية للجميع. بالرغم إن النادي الأهلي من بداية الدوري وأنا بقول لحضراتكم ما زال بيتظلم في بطولة الدوري الممتاز، ده مش بكلامي وشهادتي، ده كلام كلاتنبرج. لكن فيه بتحس رغم الظلم ان الناس بتحاول تكون في عداله ويكون في شفافيه للجميع. لما النادي الاهلي بيكون ليه حق بيطلع كلاتنبرج يقول لك زي ما شفنا في مباراه المحله
الكوره دي مفروض لاعب المحله يطرد فيها، الكوره دي ركله جزاء للنادي الاهلي، الكوره دي مفروض ركله جزاء للنادي الاهلي في مباراه اخرى، الكوره دي تستحق الطرد للاعب المنافس. لكن شايفين شفافيه، ما بنشوفش زي ما شفنا قبل كده ممكن رئيس نادي يرفع سماعه التليفون على كابتن عصام عبد الفتاح او كابتن وجيه احمد والنبي عين للحكم الفلاني او جاملني في المباراه دي او انا عايز ده ومش عايز ده، ده ما بنشوفوش. ان كلاتنبرج ما بقاش يتكلم عربي او ما بيفهمش بالعربي فصعب التواصل معاه، لكن احنا بنحيي الخطوه اللي قام بيها اتحاد الكوره. وبقول لحضراتكم رغم ان كان مباراه الاهلي وبيراميدز اللي هتكلم عنها باستفاضه دلوقتي كان فيها افضل حكم من حكام العالم، بنقول الصفوه يعني، واحد حكم مباراه الارجنتين وفرنسا نهائي كاس العالم، اول مباراه ليه تكون في مصر، فكانت الاعين مع المباراه ايضا كانت الاعين مع التحكيم. لكن برضو بقول لحضراتكم النادي الاهلي اتظلم في هذه المباراه، وكان احد لاعبي بيراميدز يستحق الطرد. نروح اكتر للصوره مع الكابتن محمد صلاح الحكم السابق علشان نتكلم ونشوف تقييمه بالنسبه لحكم مباراه الاهلي وبيراميدز. تحياتي ليك يا كابتن محمد. تحياتي كابتن اسامه، وازيك اخبارك ايه؟ كله زي الفل، منور قناه الاهلي. حبيبي ربنا يخليك، منور بيكم. تقييمك لحكم مباراه الاهلي وبيراميدز بالامس. طبعا انا بس ليا تقييم على حاجه بعد اذنك. اتفضل. هو على فكره الحكم الفلاني دي ثاني مره يجي فيها. ما انا عارف ثاني مره. مش اول مره. لا انا ما قلتش اول مره. أول مباراة لي بعد كأس العالم تكون موجودة في مصر هنا. طيب. بعد كأس العالم. طيب أنا عايز هاخد من كلامك وهبدأ الكلام. هو لما احنا جايبين حكم أدار مباراة نهائي كأس العالم كل ده جميل جدا، لكن ده في السي في بتاعه، لكن أنا هتكلم على مباراة الأهلي وبيراميدز تحديدا وعلى أدائه في المباراة. كويس. النهارده لما أي حكم بينزل الملعب بينزل باسمه. ما بينزلش بيقول انا، فهو كان لازم يحافظ على الشكل ده. تمام. بمعنى اللي هو انا عايز اقول ايه، ان هو انا شايفه ان هو ادار المباراه بنوع من يعني كان في نوع من الاهمال. يعني النهارده لما نتابع المباراه ونتابع تحركاته هتلاقيه ما كانش بيتحرك زي ما كان بيتحرك في كاس العالم. تمركزاته كان عنده نوع من التراخي شويه. بدليل النهارده شفنا في نهايه الشوط الاول. ايوه. اتصرف بشكل بمناسبه بقى كاس العالم، لو هو تصرف هذا التصرف في اي مباراه في كاس العالم انا باكد لك انه هيخرج من الملعب على الاوتيل على المطار. كان هيحاسب، لكن هو جاي وعارف ان هو محدش هيحاسبه، فكان لازم لما يجي كان لازم الناس اللي جابته في اتحاد الكوره يقولوا له ان المباراه مهمه، واي حكم بينزل المباراه بيبقى عارف انها مهمه وملوش دعوه. يعني تصريحاته كمان بعد المباراه انا ليا تحفظ عليها. لان هو قال انا جاي وعارف العلاقه ما بين الفرقتين وظروف الفرقتين مع بعض، انا كحكم ماليش علاقه بالكلام ده، وان انا اقول تصريحات بالشكل ده مش من المفترض. انا باجي بعمل شغل ماليش دعوه باي امور ثانيه خارج الملعب. ولكن هروح بقى، خليني ارجع لك للامر الفني ده، ان هو ينهي الشوط الاول. وفي مخالفه. هاتوا لنا يا شباب المخالفه اللي بيتكلم عليها كابتن محمد صلاح اللي كانت في نهايه الشوط الاول. اتفضل. المخالفه دي كانت في نهايه الشوط الاول، بمجرد ما حصل المخالفه ما بين لاعب الاهلي ولاعب بيراميدز. وكانت المخالفه واضحه على لاعب بيراميدز، لقيناه صفارته طلعت وانهى الشوط الاول. وعايز اكد كمان ان اللعبه دي لعبه هو شايف الزاويه كويس وتمركزه كان كويس، مش هنتكلم دي، ولكن لازم يكون في قرار، لان لعبه خطر وبتمثل خطوره على اللاعب، وهنا ده طبقا للقانون، فانت كان لازم يبقى عندك قرار. فحتى لما شفت بعديها بعد ما نهى الشوط الاول، يعني اللعبه دي تستحق يا كابتن كارت احمر، صح كده ولا؟ كارت اصفر. دي كارت اصفر. كارت اصفر. ولكن النهارده هو لما صفر ونهى الماتش ونهى سوري نهى الشوط الاول، خلاص انت حتى كنت ادي القرار واستنى شوف حكم الفيديو، يمكن يكون عنده تفاصيل تانية انت ما شفتهاش. تمام. ممكن يكون في كارت احمر، ممكن يكون في تفاصيل انا ما شفتهاش كحكم. لكن هو اللي انا شفته، انا هقول جمله كده، لا هو عارف هو بيعمل ايه. تمام. هروح للشوط الثاني برضو نفس اللاعب. رمضان صبحي برضو عمل مخالفه.
وكانت تستحق الانذار. يبقى الانذار الثاني يبقى يليها طرد. كان الانذار الثاني ويليه الطرد. وعايز اقول لك برضه ان هو كان شايف التفاصيل كويس قوي، وعلى فكره المخالفه دي اللي اداها اللي ادى القرار هو الحكم المساعد مش هو، لكن هما الاثنين كانوا قريبين جدا، وكان الحكم المساعد برضه كان لازم يقول له التفاصيل. فانت النهارده بتتكلم في كارت احمر، ولكن هأكد النتيجه غطت على الاخطاء التحكيميه دي. هي معانا اللعبه برضو حضرتك بتتكلم، اللعبه اللي تستحق انذار تاني، وكان عنده انذار اولاني احد لاعبي بيراميدز فكان يستحق الطرد. انا عايز اقول لك ان رجل رمضان صبحي لو كانت عاليه شويه وهتروح للمنطقه الخطر دي اللي ممكن تمثل اثاره جسيمه، يعني اصابه جسيمه على اللاعب، كان هنا الكارت الاحمر ما فيهوش كلام، كانت هترتقي للاحمر، ما كانتش هيبقى ما كناش هنتكلم في الكارت الاصفر. فبرضه دي كانت الكارت الاصفر هنا يعني عارف لا يقبل القسم على اثنين. يعني النادي الاهلي ظلم في المباراه دي يا كابتن، هل الحكم المباراه ممكن يبص، وهو بالرغم ان هو حكم كبير وحكم نهائي كاس العالم، ممكن يبص للنتيجه فممكن النتيجه تؤثر على الانذارات؟ دي بترجع لشخصيه الحكم، لكن انا باكد يا كابتن اسامه ان هو ادى المباراه بشكل فيه تراخي، هو انا ما حسيتوش هو بدء اهتمام للمباراه. يعني هو جاي وحاسس ان هو اعلى من المباراه، وللاسف يعني احنا لازم برضه من خلال برنامجك ومن خلال الاعلام لازم الناس تعرف ان مش كل حكم اجنبي جاي لازم نقول ان هو يعني. طب حضرتك يعني قلت يا كابتن محمد جمله مهمه جدا، ان الحكم عارف بيعمل ايه وعارف طبعا الظروف ما بين الفرقتين. هل ده تصريح هو قاله بعد المباراه. بتلمح لايه يعني؟ لا انت كحكم، انا الحكم هو شخص محايد، ماليش دعوه ظروف الفرقتين ايه مع بعض، ماليش دعوه ظروف الماتش ايه، انا بنزل 90 دقيقه بدي كل واحد حقه كحكم، ده شغلي. لكن انا ماليش علاقه بالظروف الخارجيه للمباراه، ماليش علاقه بالفرقتين علاقتهم ايه ببعض، انما هو يطلع بعد المباراه ويقول تصريح زي ده. وكمان انت حكم حكمت نهائي كاس العالم، هل هو كان يجرؤ بعد نهائي كاس العالم يخرج يقول تصريح بعد المباراه؟ لا طبعا، غير مصرح له ده مش. لكن انا طبعا النهارده هو عارف النهارده محدش هيحاسبه. فاللي انا عايز اقوله لك هو كان جاي في نزهه، يعني هو اداني ايحاء انت طالع بعد المباراه بتقول تصريحات مخالف لتعليمات الفيفا. ادى المباراه بشكل فيه تراخي كبير جدا، ولكن نتيجه المباراه يعني غطت على كل الكلام ده. ولو كانت النتيجه غير كده كنت هتلاقي في كلام تاني مختلف، كان هيبقى في كلام تاني. طيب النقطه الثانيه يا كابتن محمد، كلاتنبرج النهارده مفيش تواصل مع اي حد برغم ظلم النادي الاهلي، لكن انا احساسي وانا مشاهد النهارده بقول لك ورغم ظلم النادي الاهلي في مباريات كثيره من الدوري، لكن احنا حاسين بعداله، حاسين بشفافيه، بيعمل فيديو بيقول اخطاء الناس كلها سواء ليك او عليك. النهارده عدم تواصل المسؤولين في الانديه مع كلاتنبرج، النهارده كان زمان ممكن رئيس نادي يروح مميل بالتليفون على رئيس لجنه الحكام السابقه او اللي قبله، والنبي يا كابتن ما تبعتليش فلان وابعتلي فلان، وكنا بنشوف الكلام ده. شاف الخطوه دلوقتي وبقى قرارات التحكيم والحكام في المباريات من دماغ كلاتنبرج، شاف الخطوه دي ازاي؟ طيب انا طالما انت بقى اشرت القصه دي انا لازم بقى اوضح لك فيما وراء الستار. اتفضل. طيب كلاتنبرج يعني بعد كل جوله اول حاجه بيسال عليها معاوني الانديه اخبارها ايه؟ بيهتم جدا براي الانديه، بيهتم النادي ده راضي عن الاداء ولا لا. ودي مش شغله رئيس لجنه الحكام، شغله رئيس لجنه الحكام هو التواصل مع حكامه، دي نمره واحد، يطور ادائهم ويقف على الاخطاء ويحاول يقللها. هو بيعملها من خلال اجتماع اونلاين، والاجتماع الاونلاين ده مش في التحكيم، مش موجود في اداره التحكيم. كلاتنبرج لحد النهارده يا كابتن اسامه ما نزلش الملعب مع الحكام. بس النهارده شايفين يا كابتن، النهارده من خلال الفيديو اللي بيحقق العداله، النهارده التواصل حتى مع الحكام، شفنا النهارده استمرار اللعب، دي ما كانتش موجوده في الدوري الممتاز، دي تعليمات مين؟ مش تعليمات كلاتنبرج؟ تمام، انا مش هختلف معاك في دي، انا اتفق معاك تماما. احنا كنا قبل كده بنتفرج على الدوري كل شويه الحكم تيت تيت، نقف طول المباراه وقت كتير واقف، دلوقتي في استمراريه في اللعب. انا متفق معاك هنا تماما، وانا النقطه دي من النقط الايجابيه اللي انا شايفها، دي نقطه ايجابيه. ولكن خلينا برضو نقول ان
دي هي دي كرة القدم اللي متعارف عليها في العالم كله. كويس. هي دي كرة القدم، ده المفهوم الطبيعي لكرة القدم، لكن اللي كان بيحصل قبل كده كرة القدم مش بالهمسة واللمسة. صح. أصفر مظبوط. فاول. مظبوط. كرة القدم لعبة التحام ولعبة قوة. دي حاجة، فهو ما أضافش جديد، هو غير المفهوم اللي إحنا كنا ماشيين بيه الأول الغلط. أنا هتفق معاك هنا. تمام. ولكن النهاردة لما يحصل إن أنا النهاردة تعمل فيديو وانت كل اللي يهمك ان انت تطلع الراي التحكيمي للاعلام وما تهتمش بالحكام، هنا في نقطه في خلي بالك يا كابتن، التغيير النهارده لما بتغير ما ينفعش نغير كله مره واحده، حتى النهارده لو بتحط الحكم قدام مسؤولياته، النهارده لما في خطا هيعلن، النهارده الحكم هيبقى عنده اهتمام في كل خطوه وفي كل صفاره وفي كل قرار. خلي بالك يا كابتن اسامه، انا عايز اكد بس انا مش ضد كلاتنبرج، وانا من لما وصل انا كنت من اكثر الناس المناصرين لي وكنت تمام. بدعمه وكنت مبسوط جدا من البدايه، ولكن خليني اقيم الفتره اللي هو قعدها من بدايه الموسم دي. اولا هو مش متواجد خالص خالص، بيدير التحكيم وهو بره، بيدير التحكيم من خلال الانترنت، ومفيش لجنه حكام في العالم كله بتدار من خلال الاونلاين. دي نقطه واحده، دي نقطه. النقطه الثانيه ان اصبحت الفيديوهات اللي هو بيعملها فيها قرارات مش مقنعه اللي هو بيطلعها، وده ما اعرفش تتفق معايا فيه ولا لا. وبعدين طالما بتطلع حالات جدليه لازم تطلع كل الحالات. مظبوط. خلي بالك النادي الاهلي الظلم في دي برضو، ان في قرارات تبقى مؤثره وللراي العام برضو. انا معاك في النقطه دي، بتكون من دي حق نقطة. النادي الاهلي. بالضبط. النقطه الثانيه بقى، معاييره مختلفه في الحالات التحكيميه اللي بيطلعها في الفيديو. هتلاقي التحام بنفس الشكل ويقول لك الحكم هنا صح، والتحام تاني بنفس المعيار ويقول لك الحكم غلط. بس هو بيعمل ايه لما تركز في الفيديو بقى يا كابتن اسامه؟ هتلاقيه دايما رايح مع قرار حكم الفيديو، ودايما بيجيب حالات اللي هي فيها تدخل من حكام الفيديو. تمام. عايز اقول لك اخيرا يا كابتن محمد، ملخص مباراه الاهلي وبيراميدز. الاهلي كان او لاعب بيراميدز كان يستحق الطرد، صح؟ طبعا. الاهلي ظلم في هذه المباراه. شوف يا كابتن اسامه، انا هختم لك الكلام. الحكم بيقيم بعد المباراه القرارات المؤثره، بتكون الكارت الاحمر، القرارات اللي بتكون داخل منطقه الجزاء، هي دي القرارات اللي بيتم عليها تقييم الحكم. لما يبقى حكم نهائي كاس العالم وفي مباراه فيها كارت احمر وتصرف هذا التصرف في نهايه الشوط الاول بالشكل ده، اعتقد ان في تخاذل كبير منه، وكان لازم يعني. اذا كده كلامك واضح، رغم فوز الاهلي، الاهلي ظلم في طرد احد لاعبي بيراميدز. كابتن محمد صلاح الحكم السابق، بنشكرك شكرا جزيلا. كلنا شفنا مباراة الأهلي وبيراميدز، وشفنا قبل المباراة بيانات بيراميدز، وأيضا شفنا إصرار بيراميدز على جلب حكام دوليين لهذه المباراة، وده حق مشروع. اللائحة بتقول كده، أي فريق يحق ليه استخدام حكام أجانب، يدفع $50,000 في خزنة اتحاد الكورة ويجيبوا له حكام أجانب. لكن النهارده السؤال مش هسأله بقى زي فيريرا امبارح مدرب الزمالك، واقول اشمعنى اسوان بيلعب قدام الزمالك كده، عايزين يلعب قدام الاهلي كده، بالرغم ان اسوان لعب مباراه امام الاهلي اقوى من الزمالك. النادي الاهلي قدر يفوز على اسوان 1-0، كانت ركله جزاء سديدة علي معلول، وادى اسوان مباراه كبيره جدا جدا جدا. لكن سؤال النهارده لبيراميدز، مش هقول له العب زي ما بتلعب قدام الاهلي، لكن هقول له سؤال، عندك مباراه يوم 16/1 في كاس مصر في الدور قبل النهائي، اتمنى تجيب حكام اجانب زي ما جبت حكام اجانب من الصفوه قدام النادي الاهلي. رسالتي الاخيره قبل الفاصل للاعبي النادي الاهلي، عايزين نشد حيلنا الفتره اللي جايه. مباراه بيراميدز انتهت واتقفلت النهارده، والنهارده ابتدينا صفحه جديده وتمرين جديد، علشان عندنا مباراه يوم الخميس مهمه جدا بثلاث نقاط امام فريق محترم، مباراه انبي. اتمنى دايما تفرحوا جمهوركم، مجلس ادارتكم، وليكم دايما كل السند وكل المسانده وكل المساعده للنادي ولاعبي النادي الاهلي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل متواصلين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نروح لاخبار الناشئين والاشبال، كنت عايز بس اوجه رساله كده والفت نظر رابطه الانديه ولجنه اتخاذ القرارات والعقوبات في رابطه الانديه.
امبارح في مباريات الدوري، في احدى مباريات الدوري الممتاز كان في مباراه، بعد المباراه تم القاء الزجاجات على حكم المباراه، الفيديوهات موجوده. وامبارح كان تقرير مراقب المباراه ادان 2 من لاعبي هذا الفريق. امبارح تاني لرابطه الانديه، احدى جماهير الفرق في الدوري الممتاز، في مباراه بالامس امبارح تم القاء زجاجات المياه على حكم المباراه والفيديوهات موجوده. وتقرير المباراه او مراقب المباراه ادان 2 لعيبه وعملوا اعمال مشينه مع الحكم، ده كان تقرير مراقب المباراه. ننتظر العقوبات، يا ترى النهارده هيبقى حماس جمهور وحماس لعيبه ولا هيكون في قرارات زي ما شفنا قرارات على جماهير النادي الاهلي كانت في مباراه الداخليه، وعدد من جمهور النادي الاهلي ما يقرب من 1000 من جماهير النادي الاهلي توقفوا. مستنيين نشوف القرارات في هذه الجوله. انا بقول لحضراتكم والفيديوهات كلها موجوده ومنتشره على السوشيال ميديا. والحاجه الثانيه ايضا تقرير مراقب المباراه مكتوب فيه كل الكلام ده. الحاجه الثانيه، مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم منذ قليل كان منعقد، طلع ببعض القرارات. هناخد اهم القرارات بالنسبه لنا. اول قرار، يا ريت نعرض يا شباب لو عندنا زي ما احنا شايفين. قرر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه الاستاذ جمال علام العديد من القرارات الهامه في اجتماعه الذي اقيم اليوم الثلاثاء، التي جاءت كالتالي: عدم السماح بالقيد لجميع الانديه الا بعد سداد المديونيات. قرر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم عدم السماح بالقيد لجميع الانديه الا بعد سداد مديوناتها لصالح الاتحاد المصري لكره القدم. عايز اقف قدام القرار الاولاني. بنقدر طبعا القرار اللي قاله اتحاد الكره، وكلنا عارفين مين النادي اللي عليه المديونيات، منتظرين تنفيذ القرار بس. قرار محترم من الاتحاد المصري لكرة القدم، الناس كلها عارفة مين اللي عليه مديونية، نتمنى تنفيذ هذا القرار. هو ده تعليقنا على قرار اتحاد الكرة المصري. القرار الثاني، يا ريت تعرضوا لنا القرار الثاني، وده برضو مهم. المنتخب المصري للشباب أو منتخب الشباب، الموافقة على خوض منتخب الشباب عدة مباريات دولية استعدادا لكأس الأمم. وافق مجلس اتحاد إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على خطة إعداد منتخب مصر الشباب مواليد 2003 لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها الأراضي المصرية في شهر فبراير المقبل. وجاءت موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة على خوض منتخب الشباب عدة مباريات دولية ودية استعدادا لخوض منافسات البطولة القارية المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للشباب. دايما برغم اختلافنا مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن بنحييه على هذا القرار. النهاردة انك تعد وتجهز منتخب مصر للشباب لبطولة مهمة هتكون على ملاعبنا ان شاء الله في شهر فبراير. وزي ما قلنا مجموعتنا قوية جدا، مجموعة منتخب مصر بتضم موزمبيق، السنغال، نيجيريا، تلات فرق من العيار الثقيل. الملاعب اللي هتكون موجودة فيها البطولة اللي هتنطلق ان شاء الله في 19 فبراير المقبل هتكون في استاد القاهرة، استاد اسكندرية، وأيضا هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ملعب برضو يعني إضافة صرح رياضي كبير، ملعب هيئة قناة السويس حاجة رائعة جدا. ثلاث ملاعب هتكون في ثلاث محافظات مختلفة البطولة، مجموعة في القاهرة، مجموعة في اسكندرية، وأيضا مجموعة في الإسماعيلية. كل التمنيات وكل الدعاء وكل التوفيق لمنتخبنا، خاصة إن عنده جهاز فني محترم وأيضا عنده لاعبين على أعلى مستوى. نقرب للصورة أكتر، معانا على التليفون الكابتن إيهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني. تحياتي ليك يا كابتن إيهاب. ازيك يا كابتن أسامة، وتحياتي ليك، وحشني جدا وربنا يكرمك يا حبيبي. طمنا على منتخبنا الوطني وطمنا على حراسة المرمى. طبعا زي ما حضرتك قلت يا كابتن أسامة، اتعملت القرعة يوم 23/12، مجموعتنا قوية جدا، فيها طبعا السنغال ونيجيريا وموزمبيق، الثلاث فرق حصلوا على بطولة افريقيا قبل كده للشباب، مجموعة قوية جدا. يعني نتمنى طبعا، احنا مستعدين جدا زي ما حضرتك قلت، عندنا لعيبة خامات كويسة جدا، عندنا
لا حراس مرمى جيدين جدا عندنا، بنشتغل بشكل كبير بشكل واضح يعني بالنسبه للناس كلها. بس اهم حاجه يا كابتن اسامه ان احنا عايزين دعم من الجمهور طبعا، إن شاء ان الله. هو يساند اللعيبه دي طبعا، مجموعتها هتبقى طبعا في استاد القاهره ان شاء الله. ربنا يكرم طبعا، عاملين حساب طبعا الفرق كلها. لازم طبعا نتخطى الفرق دي كلها، وطبعا زي ما حضرتك قلت ان احنا بنلعب على البطوله على ملعبنا، يعني لازم نبص للبطوله، ما نبصش ان احنا بس نعدي او كده، انما احنا كل عينينا على البطوله. ان شاء الله هنعمل مباريات كويسه ان شاء الله، ودعم طبعا من الميديا، من حضرتك طبعا بتساند بشكل كبير وبشكل واضح. كل الميديا طبعا معانا كويسين جدا، ومعانا بتدعم بشكل كبير. ان شاء الله خير يعني، وربنا يكرم ان شاء الله حبيبي، طيب ربنا يكرم. طمنا على حراسة المرمى يا كابتن إيهاب. طبعا زي ما حضرتك عارف يا كابتن اسامه، احنا عندنا مصطفى مخلوف من النادي الاهلي، حارس مرمى جيد جدا. على فكره الولد ده انا طبعا اكتشفته طبعا من نادي الترسانه، وخدته من نادي الترسانه، وطبعا ادى معايا بشكل كبير جدا وبشكل رائع، وفي تطوير بشكل كبير جدا يا حلو كابتن اسامه، يعني حلو بيتطور بشكل ملحوظ جدا. يعني لعب حلو معايا مباراه بنين، يعني كان نجم المباراه، وكان حلو من احسن واحد في الفريق، واحسن واحد كويس في الفرقه كلها، انقذ حوالي 4 5 اهداف محققه، كويس هو اللي خلانا نتعادل في المباراه. يعني انا شايف ان هو يعني ليه مستقبل كبير، ومستقبل تمام كمان حراس المرمى في النادي الاهلي. إن شاء الله. ما شاء الله جسمانيا كويس جدا، بدنيا كويس جدا، فنيا رائع جدا، بيتطور بشكل ملحوظ جدا. وانا كويس مبسوط جدا ان انا كان ليا الصفق ان انا اخذته من نادي ترسانه، والحمد لله بحمد ربنا على ان الواحد اما بيختار حد يعني بيبقى فيه رمق ان هو يبقى حاجه كويسه، وده الحمد كويس لله يعني يا رب العالمين. حلو عندي احمد نادر طبعا، لاعب نادي الزمالك السابق، وبيلعب دلوقتي في البرتغال، كويس حارس مرمى جيد جدا. معايا كريم نبيل من فاركو، معايا ايوه خليفه، مع خليفه من بتروجيت، حراس مرمى جيدين جدا. معايا نفاد برضه من نادي الزمالك. انما انا بشوف طبعا ان شاء الله هيبقى في ثلاث حراس هم اللي هيكونوا مقيدين في البطوله. ان شاء الله طبعا هنختار الافضل، ان وطبعا شاء الله مش هنظلم حد، ومفيش حد هيتظلم ان شاء الله. اللي هيأدي واللي هيكون موجود هو اللي هيمثل منتخب مصر، لان زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه، مجموعه صعبه جدا، حقيقة مجموعه قويه جدا، ان لازم نختار احسن ناس يمثلوا المنتخب في الفتره الموجوده فيها ان شاء الله. المجموعة الصعبة دي يا كابتن إيهاب، كان أول يعني تصريح من الكابتن محمود جابر قال رغم صعوبة المجموعة لكن عندي ثقة إن شاء الله في الله ثم في اللاعبين، وأيضا في الجماهير المصرية اللي هتكون إن شاء الله موجودة بتدعمنا وبتساندنا دايما. مظبوط يا كابتن اسامه، مجموعه صعبه جدا. وانا برضو يعني انا ما جت القرعه يا كابتن اسامه، انا ما تخوفتش من المجموعه، لان انت عارف المصريين وعارف اللعيبه المصريه لما بيتحطوا تحت ضغط وتحت فرق قويه جدا، بيحاولوا طبعا بيطلعوا كل اللي عندهم، غير لما تلعب فرقه ضعيفه او فرقه اقل منك شويه. انت اللعيب المصري انت عارفه بينزل مستهتر شويه، او تمام عامل للفرقه مش عامل لها حساب، انما بتلعب مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق بتبقى في قمه تركيزك. لياقتك وفي قمه تركيزك، وده اللي بيساعدنا ان احنا مش متخوفين من المجموعه بصراحه يعني. ما شاء الله. والحاجه الكويسه كابتن اسامه ان احنا لو ان شاء الله هنعدي المجموعه ديت، المجموعات فرص مش الصعود، فرص هنعملهم الصعود تاني. اي حقيقه، وفرص الصعود كويسه من كل مجموعه فرقتين، وعندك احسن توالد فرقتين كمان، ففرص مصر للصعود ان شاء الله كبيره جدا. شايف صحيح قرار صحيح. اتحاد الكره ازاي يا كابتن ايهاب؟ قرار محترم النهارده، يعني منذ قليل تم الاعلان عن خطه ومباريات وديه دوليه واعداد على اعلى مستوى لمنتخب الشباب قبل انطلاق البطوله طبعا. طبعا ده بنشكر طبعا اتحاد الكوره، وده حاجه كويسه. احنا لعبنا طبعا مباراتين بنين، ولعبنا منتخب غانا غانا المحليين. للمحليين، عملنا مباراه كويسه جدا جدا جدا، يعني ما كانش فيه توفيق ان احنا نكسب، انما خسرنا 2-0، انما الاولاد عملوا مباراه رائعه جدا، وده كان المهم بالنسبه لنا ان احنا نقف على مستوى اللاعبين حقيقة. ومستوى لياقه اللعيبه اللي هي الافارقه، لان احنا بقالنا كتير جدا ما كناش بنلعب الافارقه اللي هم القاره السمراء يعني، وده مهم جدا. واحنا يعني مرتاحين جدا كجهاز فني،
ان احنا قدرنا نشوف اللعيبه دي يقدروا يتواكبوا مع الفرق الافريقيه، وده كان مهم جدا. وبنشكر اتحاد الكره لان الفتره اللي جايه هنعمل معسكر من يوم 22 ان شاء الله واحد الى البطوله، فهيتخللها زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه مباريات افريقيه كتير، وده مهم جدا لان لازم نقف على مستوى اللعيبه. واحنا عندنا مثلا حوالي 35 لعيب، لازم هيكون فيهم 18 لعيب وثلاث حراس مرمى، أكيد. فلازم الاختيار يكون بدقه كبيره جدا وبدقه يعني ما فيهاش حفوه، يعني زي ما حضرتك بتقول. يعني كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن ايهاب في اختيار افضل العناصر، وكل التوفيق ان شاء الله في البطوله، دايما وراكم. ومنتخب مصر الشباب بيضم عناصر مميزة، لكن يتبقى التوفيق. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. نروح لفاصل، وبعد الفاصل أخبار قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. نروح مع بعض بقى لأخبار قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. وما شاء الله عندنا القطاع زي ما عرضنا الحلقة اللي فاتت بالصورة، يعني معظم الفرق عندنا متصدرة كل بطولات الجمهورية. وكان معانا مداخلة في الحلقة السابقة مع الكابتن خالد بيبو، وشكرناه كمان على الشغل الأكثر من رائع اللي بيتعمل دلوقتي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. نشوف أخبارنا دلوقتي وهنبتديها مع فريق 2007 اللي قدر يفوز على أسوان 3-2 في بطولة الجمهورية. افتتح أسوان أهداف اللقاء وتعادل للنادي الأهلي مصطفى بهجت، ثم أضاف محمد أشرف الهدف الثاني، وسجل أسوان هدف التعادل قبل أن يسجل البديل محمد طه هدف الفوز للأهلي، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3-2. أقول لحضراتكم برضو التشكيل اللي ابتدى هذه المباراة. في حراسة المرمى إياد تامر، خط الدفاع محمد السيد وزياد وائل وإياد مدحت ومحمد عاطف، وخط الوسط أحمد الشيخ ويوسف عبد القوي ومحمد رأفت وحازم عاشور ومحمد عبد الفتاح تاحة، وفي الهجوم مصطفى بهجت. الخبر اللي بعد كده عن الكابتن أسامة زكي المدير الفني لأهلي 2007 اللي قال ان الفريق يسير بشكل جيد في بطوله الجمهوريه. كل التوفيق للكابتن اسامه زكي اللي قدر السنه اللي فاتت كان متولي فريق 2008 وقدر ياخد معهم البطوله، السنه دي ان شاء الله قادر انه ياخد بطوله الجمهوريه مع 2007. تاجيل دوري الجمهوريه للشباب لاجل غير مسمى بسبب الامتحانات، علشان كده بطوله الجمهوريه مواليد 2001 متوقفه بسبب الامتحانات. دي كانت اخبارنا. نروح بقى للنتائج مباريات الأسبوع الرابع من دوري الشباب 2001 اللي متصدره النادي الأهلي. وزي ما قلت لحضراتكم إن فرق أو معظم فرق القطاع متصدرة كل بطولات الجمهورية، زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة نتائج مباريات الأسبوع ال 14 من دوري الجمهورية مواليد 2001. الأهلي واجه أسوان في ملاعب الناشئين بمدينة نصر، وفاز النادي الأهلي بثنائية نظيفة. فوز سموحة على فيوتشر 1-0، وفوز القناة على الزمالك 2-1، وفوز المصري على غزل المحلة 4-1، وفوز المقاولون العرب على البنك الأهلي 3-2، فوز إنبي على طلائع الجيش 2-1، وفوز مصر المقصة 2-1 على حرس الحدود، وفوز الجونة على الإسماعيلي 2-1، والتعادل الإيجابي 1-1 للاتحاد السكندري مع بيراميدز، والتعادل السلبي زد مع فاركو. نروح لنتائج مباراة الأسبوع ال 13 من دوري الجمهورية مواليد 2008. فاز الأهلي في ملاعب الناشئين مدينة نصر 1-0 على غزل المحلة، وهيكون معانا بعد قليل هذه المباراة وملخصة وهدف من الأهداف الرائعة للاعب عبد الرحمن رامي الشهير بمانو، هنشوفه بعد قليل. فوز الإسماعيلي على البنك الأهلي بثلاثية، وفوز الزمالك على الجونة 2-1، وفوز زد على القناة 3-2، وفوز إنبي على فاركو 2-1، وفوز سموحة 1-0 على المصري، وفوز وادي دجلة على أسوان 3-2. مباريات فريق 2008. نروح نشوف مع بعض بقى ملخص فوز الاهلي على غزل المحله مواليد 2008 بهدف نظيف، ونرجع لحضراتكم مره تانية.
زي ما شفنا ده كان ملخص فوز الاهلي على غزل المحله في ملاعب الناشئين بمدينه نصر 1-0، وشفنا هدف من الاهداف الحلوه جدا. يا ريت نشوف الهدف مع بعض تاني عشان نحلل هدف واحد من الاهداف الحلوه دي. كانت كره ثابته او فاول لصالح غزل المحله، قدر يتعامل مع حارس مرمى النادي الاهلي بالبوكس، والنهارده مهاره عاليه جدا من اللاعب عبد الرحمن رامي، يعني الشهير بمانو، سرعه عاليه جدا. لكن عايز ارجع للهدف من اوله واستلامه، الاستلام اللي بالحركه هنا فاول لصالح غزل المحله، حارس مرمى النادي الاهلي اتعامل معاها اداها واحده بالبوكس. النهارده رقم 10 شتت، الاستلام هنا استلام حلو جدا من اللاعب عبد الرحمن رامي، بوش رجله الخارجي فتح لنفسه مساحه، قدر يستخلص الكره بشكل جيد، وهنا بسرعته زق الكره وراها، استغل عامل السرعه. هدف من الاهداف الحلوه والاهداف الملعوبه، حاجه زي اهداف محمد صلاح كده في الدوري الانجليزي. وهنا التعامل مع حارس المرمى بهدوء بثقه، قدر يحطها على شمال حارس المرمى. يا ريت نعيد الهدف تاني يا جماعه، هدف من الاهداف الحلوه جدا، تعامل حارس المرمى بشيء من الذكاء، رقم 10 بظهره بيشتت الكره، لكن هنا محضر نفسه عبد الرحمن رامي الشهير بمانو في الاستلام الحلو قوي في السرعه، واخد القرار وبيزق وبيروح، وحارس المرمى هنا التعامل بهدوء، دخل ال 18 بدا يشغل دماغه هنا، ما استخدمش بقى القوه والسرعه، هدي على كورته بدا يركنها على حارس المرمى، هدف من الاهداف الحلوه زي ما بقول لحضراتكم، هدف زي اهداف محمد صلاح في الدوري الانجليزي، هدف من الاهداف الحلوه. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل اتنين من نجوم المستقبل ميدو أسامة وأحمد طعيمة، اتنين من لاعبي فريق 2003، ولكن بعد الفاصل. بعد فوز ماتش الزمالك طبعا احنا اتكلمنا معاهم اللي احنا ما نبقاش داخلين ماتش المحلة، واحنا يعني عشان ماتش الزمالك، بعد ماتش الزمالك بيبقى اللعيبة برضو مريحة شوية أو مكسلة شوية، فاحنا كان كلامنا معاهم كلهم اللي احنا لازم الماتش اللي بعد ماتش الزمالك لازم نعمل أداء كويس ولازم نعمل مكسب كويس، والحمد لله الأداء كان كويس والنتيجة كانت 1-0، بس الحمد لله الأداء كان كويس والحمد لله. أكيد طبعا المباريات اللي جاية كلها صعبة، عندنا ماتشات، عندنا آخر ماتشين في الدور الأول، ماتشين صعبين، ماتش بره مع القناه وماتش هنا مع فريق زد، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في الماتشين الجايين ونخلص الدور الاول برضه في المركز الاول باذن الله، ونبتدي الدور الثاني ان شاء الله بدايه كويسه، ونحاول ان احنا باذن الله باذن الله تبقى ماتشاتنا كلها مكسب، وان شاء الله باذن الله ناخد البطوله باذن الله بدري عن نهايه الموسم ان شاء الله. فوز مستحق النهارده كأداء وكرجوله وكروح، والحمد لله انك ماشي بتكسب اهو، ده سلسله انتصارات، فدي حاجه كويسه جدا، واهم لحظه يعني لحظه الجون يعني، فانك تساعد فريقك ان انت اللي هو الفريق يكسب، دي حاجه شعور ما يتوصفش يعني. كنا المفروض طبعا بعد ماتش الزمالك ننزل نكسب الماتش ده عشان الناس ما تقولش علينا ان احنا مستهترين، وعلى طول يعني الناس على طول يعني بتركز على الماتش اللي بعديه. طبعا الجهاز الفني قال لنا لازم ننزل نكسب ورجوله ومن اول دقيقه عشان ممكن لا قدر الله الماتش يتعقرب ولا حاجه. كابتن تامر قبل الماتش ان احنا ننزل نلعب بروح ورجوله عشان ما نقديش بشكل وحش، ويقولوا ان احنا بنستهتر وكده بالفرقه، فالحمد لله نزلنا قدينا الحمد لله. الحمد لله لعبنا رجاله وربنا بيدي لكل اللي بيتعب. الجهاز الفني الحمد لله شغال معانا من اول الاسبوع، شغل كويس وبيجتهد معانا، ربنا ادانا في الملعب الحمد لله. كل ماتش هيلعبه هتبقى ماتش بطوله، مش عايزين نخسر ولا بونت، عايزين ان شاء الله نفضل مستمرين بنفس عدد فرق النقط، يعني فرق يعني بيننا وبين الزمالك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش الجاي ان شاء الله نكسبها ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب باثنين النهارده من نجوم المستقبل ان شاء الله في النادي الاهلي، اثنين من لاعبي فريق 2003 المميزين في فريق 2003. بنرحب بالضيف الاول احمد طعيمه، اهلا بك، منور ومشرف يا طعيمه. اهلا بك يا كابتن، ده شرف ليا ان انا موجود مع حضرتك في برنامج الاشبال. تاني لاعب معانا النهارده واحد برضو دايما من اللعيبه المميزه، بيؤدي يعني اداء حسنا في المباريات، ميدو اسامه. أهلا، شرفنا يا ميدو. اهلا بك يا كابتن، يعني طبعا ده شرف ليا طبعا ان اكون موجود مع حضرتك النهارده. اكيد انت طلعت معانا قبل كده. الحمد لله. احمد طعيمه النهارده هو لاول حلقه واول مره يكون موجود معانا في قناه الاهلي. اول مره. طيب نبتدي باحمد طعيمه بقى،
عشان الناس تبدا تعرف الناس بيك يا ابو حميد. ازاي دخلت النادي الاهلي؟ انت السنه دي اول سنه ليك مع النادي الاهلي. صح، اول سنه ليا. كان في قصه انتقال للجونه قبل كده، لكن يعني تمام نجحت مع النادي الاهلي. كانت السنه اللي فاتت اول سنه ليا في مصر، رحت نادي الجونه اتمرنت معاهم حوالي سنه تقريبا، بس ما كنتش بلعب ماتشات عشان الفريق ما كانش عارف يأيدني. الاول انت كنت بتلعب فين قبل ال... كنت انا اصلا مولود في اليونان، يعني عايش طول حياتي في اليونان. كنت بلعب، بدات لعب كره وانا عندي 5 سنين. لعبت في اكاديميه حوالي 7 سنين. بعدين رحت فريق اسمه اترومتوس اثينون، ده دوري ممتاز. لعبت هناك حوالي 5 سنين تقريبا لغايه فريق تحت 17 سنه في قطاع الناشئين. في قطاع الناشئين. بعدين رحت فريق يونيكوس، ده كنت بلعب من وانا عندي 17 سنه، كنت بلعب في فريق تحت 19 سنه. كويس. واخر سنه كنت هتصعد فريق اول، بس حصل موضوع كورونا وجيت مصر. نزلت مصر تاني. نزلت مصر. رحت السنه اللي فاتت، رحت الجونه اتمرنت سنه تقريبا، بس ما كنتش بلعب عشان الفريق ما عرفش يقيدني وما عرفش يجيب البطاقه الدوليه. فالصيف ده كان قريبي، كان يعرف كابتن راشد اللي هو اداري الفريق، اداري فريق 2003. تواصل معاه يعني، وقال له اللي انا كنت مكلم قريب اللي انا عايز اجي النادي الاهلي. فكلمه يعني وخد منه ميعاد وجيت الاهلي واتمرنت يعني. قعدت فتره الاعداد وشافك كابتن محمد شرف وقتها. كابتن محمد شرف، كابتن خالد بيبو، ومستر مايكل. كلهم شافوني يعني، قعدت حوالي شهر اتمرن، وبعدين عجبوا بطريقه لعبي ومضيت معاهم وتأيدت. علشان الناس برضو تعرف، احمد طعيمه مركزك ايه في الملعب؟ انا بلعب 6. مركز 6 ده يعني عشان الناس تبقى موجوده معانا، خط وسط مدافع. خط وسط ده اكتر مركز بتوجيد فيه وتلعب فيه. طيب تمام. ميدو اسامه، اول مره انضميت فيها للنادي الاهلي كان امتى يا ميدو؟ سنه 2011 كنت موجود مع فريق 2003 في الاكاديميه. قديم انت ما شاء الله. في حي الاشجار. بقالي 12 13 سنه والحمد لله. فكنت مع 2003، بعدين ساعتها قالوا لي تستنى وتيجي مع سنك احسن. الى 2004 جيت مع 2004 السنه اللي بعديها، الحمد لله ربنا كرمني واتخذت وكنت كابتن فرقتي على مدار 9 سنين ولا 10 سنين لحد اما الفرقه اتلغت، وكملت مع 2003 لحد دلوقتي والحمد لله. مين اول واحد اختارك بقى؟ اول واحد اختارك لما انضميت من الاكاديميه، لما بدات خطوه النادي الاهلي بقى القطاع؟ هي كانت لجنه كبيره ساعتها تقريبا، كان معايا كابتن احمد سمير بيبو، كابتن ياسر ريان طبعا من اوائل الناس اللي كانت ماسكاني وكانت ليها اثر كبير عليا، وطبعا كابتن حسام عكاشه، وكباتن كتير جدا طبعا كانت موجوده ساعتها. وانت بتتكلم دي بعض اللقطات ليك في مباريات 2003 في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. المركز اللي بتوجد فيه ايه يا ميدو؟ والله انا بلعب في مركز 10 ومركز الوينج ليفت برضو، وممكن العب 10 ده يعني صانع العاب زي قفشه، صح كده؟ صح كده. فيعني طول عمري بلعب مركز 10، بس كمان زودت حته ان انا ممكن العب طرف شمال او طرف يمين عشان ابقى بقدر اجيب في الحته اللي قدام دي كلها، بس اكتر مركز بحبه مركز 10 يعني. تمام. احمد طعيمه، انت بقالك فتره كام شهر في النادي الاهلي، تاقلمت بسرعه؟ هو في الحقيقه انا من اول لما رحت النادي الاهلي كانت عشان يعني مش متعود على اجواء في مصر، ودي اول سنه ليا في نادي في مصر، اخدت فتره اللي انا اتعود وكده، بس طبعا بمساعده الجهاز الفني وكابتن خالد ومستر مايكل طبعا كانوا بيكلموني كلهم وبيحفزوني يعني ان انا اتاقلم بسرعه مع الفرقه ومع الدوري يعني، عشان دي كانت اول سنه ليا العب دوري جمهوريه في مصر. دخلت يعني على طول في اجواء النادي الاهلي وفي الفرقه. ايوه. وطبعا زمايلي طبعا كانوا بيساعدوني وبيكلموني طبعا. اخيرا تنضميت لمنتخب مصر. تمام. اخر معسكرين كنت موجود مع منتخب الكابتن محمود جابر، صح كده؟ كنت موجود. كنت موجود مع الكابتن محمود جابر والكابتن كرم، كنت ده طبعا بسبب النادي الاهلي عشان انا جاي مصر وما حدش يعرفني طبعا. يعني ده اول انضمام ليك لمنتخب مصر. تمام. منذ انضمامك للنادي الاهلي. تمام. خطوه مهمه جدا دي يا طعيم. تمام. طبعا دي خطوه مهمه ان انا انضم لمنتخب مصر اخر معسكرين، وان شاء الله ابقى معاهم في البطوله الجايه ان شاء الله. ان شاء الله لسه هنتكلم عنها دلوقتي باستفاضه. ميدو، قول لي مين المدرب، وانت بقالك ما شاء الله 11 12 سنه في قطاع الناشئين، مين المدرب اللي ساب بصمه على ميدو اسامه وتعلمت منه كتير في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ يعني في الاول طبعا اكيد كل المدربين انا بكن لهم كل الاحترام والتقدير، كلهم اثروا فيا اكيد طبعا، كابتن ياسر ريان، كابتن محمد سعد. كابتن شريف عبد الفضيل طبعا من الناس اللي اثرت فيا جامد. اخيرا طبعا كابتن شرف دلوقتي
كابتن شرف ده من اكتر الناس اللي اثرت فيها فعلا في حياتي وساعدتني كتير جدا في بناء شخصيتي ومرحله كانت مهمه جدا في حياتي، ويعني دايما بيديني فرص والحمد لله كان بيساعدنا اتصعد درجه اولى السنه دي كذا ماتش وكذا تمرينه ودايما بيزقني يعني لقدام. فانا يعني كابتن شرف انا عايز اذكره من خلال حضرتك هنا، يعني بصراحه هو اثر فيا جامد في خلال السنتين تلاته اللي فاتوا. ده الهدف ده الميدو اسامه، ده هدف ده الاسماعيلي، دي اهداف. واحنا بنعرض بقى الاهداف بتاعتكم في بطوله الجمهوريه مواليد 2000، انتوا السنه دي ما شاء الله ماشيين اول في بطوله الجمهوريه. 2003 كنا عرضنا الجداول الحلقه اللي فاتت وكان معانا الكابتن خالد بيبو. بطوله الجمهوريه بطوله قويه يا ميدو طعيم صح؟ اكيد طبعا بطوله الجمهوريه بطوله قويه، بالذات تاجيلنا 2003 بالذات ده اقوى جيل في مسابقات الجمهوريه كلها انا بشوف كده. يعني احنا حتى لو جابوا الجدول دلوقتي احنا من المركز الاول للمركز السادس كله لحد السادس فرق 3 نقط، فكل الماتشات كلها فيها تغيرات، كل جوله ممكن يحصل تغيرات. فعشان كده احنا بنشوف يعني دي اقوى مسابقه ممكن تكون موجوده في الاجيال كلها. يعني ان شاء الله بنسعى السنه دي ان احنا ناخدها ونبقى فارقين كمان عنهم كلهم. قول لي بقى طعيمه انطباعك عن مسابقه الجمهوريه 2003، خاصة ان الكابتن محمود جابر برضو بيتابع البطولة وبيشوف المباريات، وكان من احدى المباريات اللي احنا كنا زعناها، كنت لسه ما تأيدتش؟ لا. كان في مباراة زعناها وتابع المباراة، وكان مصطفى مخلوف ضمه للمنتخب من المباراة دي اللي احنا زعناها على قناة الاهلي. تمام. انطباعك عن بطولة الجمهورية 2003؟ طبعا بطولة الجمهورية دي بطولة صعبة بالنسبة لي عشان دي أول سنة ليا، بس أنا يعني عشان مش شايف أي فروقات ما بين البطولة دي وبطولات بره في اليونان لما كنت بلعب، بالعكس يعني هنا البطولة دي أصعب بكتير عشان الفرق كلها في نفس المستوى تقريبا. وطبعا احنا فرقة كويسة، احنا ماشيين أول دلوقتي وكسبنا الزمالك آخر ماتش في أرضهم، وإن شاء الله احنا نقدر ناخد الدوري في آخر السنة إن شاء الله. قول لي مباراة الزمالك اللي فاتت، ده أول مباراة ليك أهلي وزمالك. أيوه أول مباراة ليك. استعدادك، شعورك، خاصة إن مباراة الأهلي والزمالك بتكون مباريات خاصة، قدرتوا تفوزوا على نادي الزمالك. دايما مباراة الأهلي والزمالك بتتلعب في سواء في الأهلي أو في الزمالك، الزمالك ما لعبش في ملعبه في ميت عوبة ونقلها بره نادي الزمالك. شعورك واستعدادك للمباراة دي؟ هو أنا قبل ماتش الزمالك بيوم طبعا كان عندها تمرين. بعد التمرين طبعا كنت مستني الماتش ده، كنت الحقيقه كنت متوتر عشان دي اول ماتش ليا العب الزمالك. بس طبعا احنا في الماتش كنا كويسين جدا، والكابتن شرف كان بيكلمنا وكان بيكلمني انا بالذات ان انا ابقى هادي في الملعب وكده. بس طبعا بعد مثلا تقريبا نص ساعه وكده بدات اتعود على الاجواء وبدات العب كويس الحمد لله. الدكتور احمد ثابت معانا محلل في قناه الاهلي ودايما بيكون موجود معانا في استاد الاشبال المباريات اللي احنا بنذاعها، وهو يعني احد المحللين معانا. بقول لي اسال احمد طعيمه، هو مركز سته بيلعب مركز ثاني في الملعب، بيوجد في ملعب ثاني ولا هو مركز سته بس؟ لا انا ممكن كمان العب مركز ثمانيه، وساعات ممكن العب مساك برضو لو الفريق احتاجني. عادي يعني بتوجد في كذا مركز، مساك او ثمانيه او مركز سته. طيب، وبيقول لي برضو ما شاء الله انا شايف احمد طعيمه يعني وتابعت له مرات، لعيب طويل، طوله كام سنتي؟ متر 87 تقريبا. متر 87، ما شاء الله بيمتاز بالطول يا دكتور احمد. ميدو سما، قول لي الفرحه دي كانت مباراه ايه دي؟ دي كانت مباراه مصر المقاصه تقريبا. كان معاكوا رأفت خليل في الفرقه. رأفت خليل. ميدو نبيل صح؟ طبعا. ماتش مصر المقاصه ده كان ماتش في رمضان، كان ماتش صعب جدا والدنيا كانتش ماشيه معانا احسن حاجه، وده كان جون في الدقيقه حاجه و90 تقريبا. كانت المباراه بالليل دي كانت في رمضان صح؟ ده هدف من الاهداف الحلوه طبعا. كان جاي في وقت متاخر جدا، كانت الدقيقه حاجه و90، فكان جون مهم جدا لينا. يعني رأفت خليل وواحد معاكوا وفرقتكوا وتصعد درجه الاولى، فتح الباب بقى لفريق 2003. اكيد طبعا رأفت في الاول ده صاحبي من واحنا صغيرين، يعني متربيين مع بعض من ساعه ما جيت النادي، ويعني هو حبيبي طبعا. اكيد طبعا ربنا يكرمه دلوقتي، وحتى هو دلوقتي بقى بيشارك ومستر كولر يعني مديله فرصه، وهو يعني ان شاء الله يمسك فيها. اكيد طبعا ده هيساعدنا كلنا الفتره الجايه ان احنا يتفتح لنا باب زي ما حضرتك قلت ونبقى بنتصعد كتير. وحاليا كابتن شرف وكابتن سامي قمصان برده بيتصعدوا لعيبه كتير في الماتشات والتمارين اللي فاتت. يعني ده شيء كويس ان دايما الجهاز الفني. طب شفت كولر الفترة اللي فاتت والجهاز الفني لما تابع مباراة 2005
تابع مباراة 2001 صح كده 2006 اكيد هيكون متواجد للفريق 2003 اكيد طبعا يعني نكون ان هو بيجي يتفرج وبيفضي نفسه في وقت انه يجي يتفرج على الناشئين ويشوف اللعيبه اكيد طبعا ده بيديك دافع ان انت تقدم احسن حاجه عندك وان ممكن فرصتك تبقى موجوده في اي وقت من الاوقات يعني وطبعا احنا كل اللي احنا بنعمله ده عشان خاطر الدرجه الاولى في الاخر كل التمارين والماتشات دي طبعا في متابعه كبيره جدا من الدرجه الاولى تسمحوا لنا دلوقتي بس نروح لفاصل سريع ونرجع بقى نكمل كلامنا وخاصه بقى عن الفتره اللي جايه ومنتخب مصر الشباب عندنا بطولة مهمة جدا في مصر احمد طعيمة موجود في المنتخب ان شاء الله ميدو اسامة ينضم خلال الفترة اللي جاية انها بطولة مهمة جدا ونتمنى فيها كل التوفيق لمنتخبنا الوطني نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين محورنا مع احمد طعيمة وميدو اسامة ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد برحب بحضراتكم بضيوفي احمد طعيمة وميدو اسامة اثنين من نجوم المستقبل في فريق 2003 طعيمة عايزين نتكلم عن منتخب مصر الفترة اللي جاية خلاص يعني بعد أيام قليلة هينطلق معسكر منتخب مصر للشباب كان معايا كابتن إيهاب جلال مدرب حراس المرمى اتحاد الكرة النهاردة قال إن في خلال الفترة القادمة هيكون في مباريات ودية دولية كتير للمنتخب عشان يتجهز بشكل كويس عندنا بطولة صعبة ومجموعة صعبة فيها موزمبيق فيها السنغال فيها نيجيريا شايف البطولة إزاي؟ طبعا كابتن محمود جابر والجهاز الفني كله كان بيقعد يكلمنا طبعا على البطولة دي واللي هي قد ايه هي مهمه طبعا عشان هي في ارضنا في مصر وطبعا احنا بنتمرن كويس ولعبنا ماتشات وديه لعبنا ماتشين ضد منتخب بنين وماتش ضد منتخب غانا طبعا احنا بنستعد بكل جهدنا طبعا عشان البطوله دي كابتن محمود جابر بعد طبعا القرعه كلمنا في قبل التمرين وقعد يقول لنا ان احنا منتخب في عناصر كويسه واللي احنا عشان نكسبه البطوله دي هنلعبوا كل الفرق دي فطبعا هو كويس اللي احنا هنلعبوها في الاول عشان لو كسبناها طبعا الطريق يبقى اسهل لنا اللي احنا ناخده البطوله. قلقتوا لما شفتوا المجموعه فيها فرق اسماء كبيره السنغال ونيجيريا اسماء كبيره موزمبيق برضو ممكن تلاقي في المراحل السنيه دي فرق كبيره قلقتوا ولا عندكم ثقه في نفسكم؟ لا هو البطوله على ملعبنا وسط جمهورنا هل حصل تواصل وحوار مع كابتن محمود جابر؟ طبعا بعد القرعه احنا كان في لعيبه قلقانه من عشان طبعا احنا هنلعبوا منتخبات كبيره زي السنغال ونيجيريا بس طبعا كابتن محمود جابر كلمنا وقعد يقول لنا اللي احنا ان شاء الله قد المسؤوليه واللي احنا هنكسبه البطوله ان شاء الله فطبعا هي ماتشات صعبه بس احنا قدها ان شاء الله ان شاء الله ميدو ما انضمتش خلال الفتره اللي فاتت لمنتخب مصر لكن تمنياتك برضو ان ممكن الكابتن محمود جابر يعني تكون موجود في المنتخب ان شاء الله يعني اكيد طبعا ده شرف لاي حد انه يلعب في منتخب مصر ويعني انا شايف الحمد لله ان انا بقدم اداء كويس فتره اخيره وكابتن محمود جابر كان خد اسمي كذا مره بس ما حصلش نصيب ان انا اروح ايدي اتكسرت في فتره حصلت لك اصابه فعلا صعبه بعدت عنها فتره بعد ما كنت ماشي بشكل مميز جدا فاثرت عليا شويه اكيد طبعا بس يعني ان شاء الله ربنا يكرمني والمعسكر الجاي اكون موجود عندنا هنا بعض اللقطات ليك في المباراه دي ودي كانت اول مباراه بتروجيت في الدوري صح لا دي مباراه امبي تقريبا دي مباراه امبي مباراه امبي انت يعني لعبت في اول مباراه في كنا زينا المباراه دي على قناه الاهلي وحرزت فيها هدف الحمد لله ماتش بتروجيت لعبت فيه وكان جبت اول جون في الماتش ده الحمد لله ساعتها كان حتى في الاستوديو التحليلي اتكلموا عليه كويس جدا ساعتها اصعب مباراه كانت في الدوري ايه اصعب مباراه كانت في الدوري كضغط يعني اكيد طبعا ماتش اهلي والزمالك بالنسبه للمباراه السابقه اللي فاز فيها النادي الاهلي صح 1-0 اصعب ماتش طبعا اكيد ده اهم ماتش بيكون في السنه وهو ده الشو بتاع السنه كلها بالنسبه لنا زي ما احنا متكلمين ويعني كان ماتش خلص في اخر دقيقتين في الماتش كانت دقيقه 93 او 94 فطبعا ده كانت احسن نهايه بالنسبه لنا للماتش يعني المباراه الثانيه الصعبه كان غير نادي الزمالك في الدوري فرقه بتعمل لها حساب برضه فرقة بنعمل لها حساب يعني احنا طبعا بنحترم كل الفرق اكيد بس يعني ما فيش ماتش معين بيكون بالنسبه لنا صعب احنا كل الماتشات بالنسبه لنا كؤوس ماتشات كؤوس يعني عشان تاخد دوري لازم كل ماتش تاخده اكنه كاس تكسب كل الماتشات صعبه كل الماتشات مهمه فيعني احنا بنسعى ان شاء الله احنا ناخد بطوله السنه دي ونحقق حاجه كويسه يعني ان شاء الله طيب انت عشت في اليونان كام سنه؟ انا مولود في اليونان اصلا يعني مولود في اليونان دي تاني سنه ليا عايش في مصر تتكلم يوناني كويس قوي طب ما اتكلمنا كده يوناني على الهوا بقى مثلا اونومازو مي احمد تياما بيزو سينالاخلي اغابوتين ومادامو كي اونيرافو ابيكسو بريتو يومادا
طب الترجمه بقى. اسمي احمد طعيمه. بلعب في النادي الاهلي وبحب النادي ونفسي العب فريق اول. بس طيب بيقولوا لي دلوقتي يا ريت تقولها تاني بصوت اعلى شويه. اونومازومي احمد طعيمه بيزو سينالاخلي και αγαπώ την ομάδα μου και ονειρεύομαι να παίξω πρώτη ομάδα. Είμαι Αχμάτ Ταΐμα, μπέλα φι νέντι λέχλι, ο μπαχέμπι νέντι, ο νύφσι άλλα φερί αούλ. Ινσάλλα τέλα από Χμίτ. Όλοι, ούντα πτυτφάρα για άλλα ματσάτ الفريق الأول بقى. Μην είναι اللعيب اللي بيلفت نظرك, بتحب أداؤه, بتحاول تقلده في الملعب. من لعيبه الدرجه الاولى. طبعا كل اللعيبه كويسه طبعا, بس اكتر واحد بفرج عليه هو الكابتن عمرو السوليه. 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 بيعجبك اداؤه؟ ايوه. خلي بالك الشكل والستايل بتاعك في شويه من عمرو السوليه, الطول في الملعب. فادائك حتى الحركه في الملعب. شفت الهدفين امبارح ازاي اللي جابهم؟ شفتهم في مباراه. لا شفت الهدفين ازاي؟ اشرح لنا بقى الهدفين معانا دلوقتي وانت بتتكلم. شفت طبعا شايف التسديده. طبعا ما تصدش. راحه بقوه جدا. طبعا الجون الثاني. لا الهدف الاولاني ده شوف القرار الاول, السرعه انه هي الكره جايه بيسند السنده علشان الشوطه عشان واخد القرار بسرعه. طبعا الهدف الثاني بقى وانت بتقولك ما شاء الله 187 سنتي. شاف هنا الاستخدام الطول ده, حط الكره في زاويه طبعا صعبه على الحارس, اللي هو صعب يجيبها. بس الجون حلو طبعا. رايك برضو في اداء حمدي فتحي واليو ديانج؟ طبعا دول لعيبه كبيره طبعا, نفسي ابقى زيهم طبعا, وهم الثلاثه شايلين نص ملعب النادي الاهلي طبعا. ده الهدف الثالث امبارح, هدف حسين الشحات اللي نزل يعني عمل اضافه كبيره, خاصه كمان في الشوط الاول لما نزل مكان كريم فؤاد اللي بنقول له الف سلامه. ده الهدف عمرو السوليه, هدف من الاهداف الحلوه, توجيه الكرة ويطلع وفي الزاوية البعيدة. لكن لازم أقف بعد الهدف للمة لعيبة النادي الأهلي. شوف متولي اللي قاعد على الدكة النهاردة, شوف كمان كريم فؤاد اللي جاي رجليه مصابة وبيزك وجاي بيجري من بعيد علشان يبقى يحتفل مع عمرو السولية. هي دي الروح المطلوبة, وهي دي الروح اللي بيجيب البطولة, وهي دي الروح اللي بنتعلمها داخل النادي الأهلي. الفريق كل واحد, سواء الناس اللي قاعده بره سواء الناس اللي في الملعب. قول لي يا ميدو, مين برضو اللاعب اللي بيعجبك اداؤه في الفريق الاول في النادي الاهلي؟ يعني من حكم مركزي يعني اكيد طبعا عبد القادر, كابتن قفشه, اكيد برونو سافيو, بس يعني من اكتر الناس اللي بحبها في النادي الاهلي عامه علي معلول. كشخصيه لاعب كوره. بس انت بتتكلم كشخصيه, كشخصيه وكروح واداء وكأداء وكتاثير على الفريق, وازاي تقدر تشيل فرقتك في وقت هي محتاجاك. يعني كل دي سمات في الشخصيه بتفرق طبعا مع اي حد. حتى لما طلعت كذا مره وشفت كابتن علي معلول بيبقى موجود قبل الناس كلها. مره مع الدرجه الاولى. اخر شهر طلعت كذا مره مع الدرجه الاولى. فيعني شفت كابتن علي معلول يعني بيبقى موجود من الساعه 7 الصبح قبل التجمع بثلاث ساعات ساعتين مثلا حاجه. فيعني دي حاجات كلها بتنمي السمات الشخصيه عندنا وبتفرق معاك. يعني لما تشوف لعيب كبير في الفرقه بيعمل كده, انت لما تطلع وتبقى موجود لازم تبقى بتعمل اضعاف اللي هو بيعمله اكيد. كويس, ودي حاجات مهمه جدا. طلعت فترات مره مع الدرجه الاولى. ماتش غانا اللي فات ده كنت موجود فيه, وكذا تمرينه كنت موجود فيها برده الحمد لله, كنت موجود مره في فتره العادات برده. كويس. طب قول لي كولر بقى وهو متابعته, يعني النهارده كان ممكن مباراه الناشئين الاول, ايه رايك في فكره مباراه الناشئين واحنا بنذاعها هنا على قناه النادي الاهلي, وبدات الناس تعرف دلوقتي اللعيبه داخل الفريق؟ اكيد طبعا ماتشات النادي الاهلي ده مكسب لكل الناشئين, لان بتخليك تبقى معروف اكتر وتتشاف اكتر قدام الناس كلها, سواء من السن الصغير حتى السن الكبير. بتقرب شويه المسافات وتخلي الدنيا كلها قريبه, ما تبقاش كلها مبنيه على ان هي كلام حد قال ده كويس ده لعيب كويس. لا, انت كمان ماتش بيبقى موجود فبيتشاف, فطبعا اكيد بيأثر عليك بالايجابي طبعا يعني. طيب حته كولر برضو يا اطعمه, ان هو النهارده كان ممكن يكتفي واحنا بنذيع المباريات, كان ممكن في مكتبه في الجزيره هناك في التتش يتفرج على المباراه في التلفزيون يشوف, لكن حرصه ان هو يجي مدينة نصر, النادي الاهلي مدينة نصر في الملعب, ويتفرج على الناشئين من الملعب. شفت الخطوة دي ازاي؟ طبعا دي حاجة كويسة جدا من مستر كولر, اللي هو يتابع كل مباريات الناشئين عشان طبعا يدي فرصة لأي حد كويس اللي هو ياخد الفرصة في الفريق الأول. طبعا دي يعني دي حاجة كويسة منه طبعا, اللي هو يجي يتفرج على الماتشات. تمام.
قول لي بقى دور الكابتن خالد بيبو وبروكيتش معاكم في القطاع. يعني طبعا اكيد تعبانين معانا بقى لهم 3 سنين، هو لحد دلوقتي بيحاولوا يوفروا لنا كل الحاجات اللي احنا محتاجينها، سواء كملعب او لبس او تمرين، اي حاجه بنحتاجها بتبقى موجوده. كابتن مايكل محاضرات فنيه، شغل تكتيك طبعا يعني بيبقى شغال معانا، وكابتن مايكل بتربطني بيه علاقه قويه جدا بقى لي 3 سنين اهو، يعني انا بحبه جدا يعني على المستوى الشخصي، وهو برده يعني راجل بيشتغل شغل بروفيشنال وبيحاول يطور من نفسه. تواصل على طول مع بروكيتش صح؟ اه كل يوم على طول احنا مع بعض، ويتكلم ويهزر ونقعد لوحدنا في المكتب ساعات نتكلم مع بعض. يعني هو بيحاول يطور من الفكر المصري اكتر كمان، ويشتغل حاجات في الجيم زي الاف ام اس تيست ده موجود في بايرن ميونخ، بس احنا عملناه في النادي الاهلي ما اظنش في نادي تاني عمله. فيعني في حاجات كتير احنا شغالين عليها الفتره اللي فاتت عشان نتطور ونبقى احسن. يعني شاف اطعمه برده نفس الكلام دور بروكيتش، وشاف كمان النادي الاهلي والامكانيات الكبيره الموجوده المتوفره في قطاع النشئين بالنادي الاهلي ازاي؟ طبعا الامكانيات الموجوده في النادي الاهلي انا اول لما جيت طبعا اندهشت منها، عشان دي حاجات اول مره اشوفها في مصر. انا كنت بشوفها دايما هناك في اليونان لما كنت بلعب. مستر مايكل طبعا قعدت اتكلمت معاه كذا مره، كانت اول مره بعد الماتش الودي الثاني قبل ما امضي في الفرقه، خدني يعني في مكتبه واتكلمت معاه وقال لي انت خلاص هتمضي معانا، وقعد يكلمني يسالني لو انت مبسوط معانا في الفرقه، وكلمني في حاجات فنيه وكلمني في حاجات انا لازم اشتغل عليها، حاجات في جسمي لازم اشتغل عليها كويس. طبعا تاني مره كان بعد ماتش المقاولين برده، كنا عملنا ماتش كويس وكسبنا الحمد لله، كلمني برده على اخطاء فنيه انا عملتها وقعد يصحح لي حاجات كتير. طبعا خالد بيبو من اكتر الناس اللي بتقعد تكلمني في قطاع الناشئين، عشان لو يخليني اتعود على الاجواء المصريه وعلى اجواء النادي الاهلي وعلى الدوري ان شاء الله. اخيرا بقى امنيتك مع النادي الاهلي؟ لا ان شاء الله اطلع فريق اول والعب في منتخب مصر الاول ان شاء الله. ان شاء الله. ميدو اكيد طبعا فريق اول، يعني ده حلم اي حد يكون موجود في نادي الاهلي يلعب فريق اول ويبقى من الناس المهمه في الفرقه. يعني ان شاء الله تلعبوا في النادي الاهلي وتلعبوا في منتخب مصر وتكونوا الصوره كده مشرفه للنادي الاهلي ومنتخب مصر. شرفتنا ونورتنا يا ميدو. ربنا يخليك يا كابتن، شرف ليا طبعا. شرفتنا ونورتنا يا طعيمه. ربنا يخليك يا كابتن، ده شرف ليا ان انا موجود مع حضرتك النهارده. وانا بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، فعلا شخصيات محترمه، شخصيات تمثل النادي الاهلي. كل التوفيق لفريق 2003، كل التوفيق لاحمد طعيمه وميدو اسامه، 2 من العناصر مبشره ان شاء الله للنادي الاهلي قريبا وايضا لمنتخب مصر. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، لكن قبل ما اختم الحلقه يعني تمنياتي للزميل والأخ الأستاذ محمود شوقي رئيس تحرير برنامج الأشبال بالشفاء العاجل، إن شاء الله قريبا يكون موجود معانا في برنامج الأشبال، كان تعرض لوعكة صحية، نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل للأستاذ محمود شوقي. أشوف حضراتكم على ألف خير إن شاء الله الأسبوع القادم وحلقة جديدة من الأشبال.